بس خلصنا بكي، يلا بكفيكي بقى. فرشو اختي. فرشو اسمعيني، شو صاير معها؟ عدي اختي. خلص حبيبتي، حاج تبكي. ليكي فرشو، البكي ما رح يفيدك هلا. انت عملتي غلط، والشي الشي المنيح هو انك انت ادركتي غلطك، وهلا لازم تصلحي. اختي هذا الشي اللي ما عم بفهمه، كيف بدي ادارك غلطتي اختي؟ قولي لي اذا بتريدي، وانا بسبب هي الغلطه ساعتي شنجرح كثير اكثر مما بتتوقعي. يا اختي صدقيني، انا ابدا ما كنت بدي اجرحه واذي، والله هو كثير لطيف، هو انسان كثير منيح وزوج جيد وصديق رائع. هو كثير لطيف بسبب هذا القرار الوحيد الغلط يلي اخذته بهديك اللحظه، خسرته للابد اختي للابد، وهلا ما عاد يوثق فيني مره ثانيه ابدا، ماني عارفه انا شو بدي اعمل. فرشو اسمعيني شوي، ما تقولي هيك، يلي بيحسوا بالجرح بيحبونا اكثر شيء، وساتيش بيحبك كثير ما؟ بلا، وما فيه يعيش بلاكي، والوقت بيداوي كل جرح، ولما يعرف انك تداركتي غلطك هو اكيد رح يرجع لك بسرعه، وترجعوا مثل ما كنتوا قبل. بس فرشو كتير مهم تخبري انك هلأ عرفتي شو هو غلطك، وهو رح يعرف هالشي لما ترجعي تحكي مع اهله. لكن من لما تخانقتوا حكيتي معه على التليفون شي مرة؟ اكيد لا، لازم تحاكي ساتيش، ومن اول مرة رح يمشي الحال، كل شي رح يكون تمام، وحياتك. ساتيش فيني فوت؟ مازن تفضل. ما تقعد. ساتيش انا بدي احكي معك مشان شغله، ما بعرف اذا بحق لي انه احكي بخصوص هذا الشيء لانه مالي جزء من عيلتك، بس ساتيش عم قلك كصديق، احكي مرة مع فرشا. ليك إذا الواحد كان عنيد بهي العلاقة لازم التاني يتصرف بنضج، وإلا العلاقة بتنكسر. إذا الواحد عمل غلطة معناتها التاني لازم يحاول يخليه يفهمه، لازم يشرح له. أنت بتعرف شلون فرشا، هي بنت كتير عاطفية، أخذت قرار عن تعصيب، فما تغلط مثلها ولا تعصب عليها، فيك تسامحها وكل شي بيكون تمام. أنا ماني معصب منها، بس أنا انجرحت بكلامها، بالرغم من كل جهدي بقيت مو قدرانة تفهمني. اليوم الوضع مختلف، وأنا لازم أفهم لحالي لحتى أرجع طبيعي من جديد. أنا ما فيني عامل فرشا مثل قبل، أنا انجرحت ولأشفى بدي وقت. ليك ساتيش أنا فهمان عليك، بس أنا مبسوط إنك عطيتها العلاقة فرصة تانية لتخليها تكمل. أنا رح روح. ساتيش أنا متأكد إنه قرارك اللي رح تاخده رح يكون منيح للكل. خلي تمك مسكر، فهمت؟ رجعي راوغ الثعلب، بس لتنكشف الحقيقة لازم اجمع كل الأدلة ضده، لازم راقبه وما خليه يغيب عن عيني.
خليهم معك. هدول المصاري ما بيكفوا، أنا لازمني كمان. هلأ دبر لي حالك بهدول. بس نحن مديونين، أنا خايف هلأ حتى من المشي بالشارع. أنت بتعرف الناس اللي متدينين منهم خطيرين كتير، هددونا كذا مرة بأنه رح يقتلونا. إن شاء الله هالتهديدات ما تتنفذ. أدعي لربك أنه نحسن نرجع كل شيء الدين علينا. ليش عم تهمس هيك؟ أنا ماني خايف مثلك، دبر لي حالك بهدول ورح دبر لسه كمان من شي مكان مناسب. ليك جايوانت اسمع منيح، اتزوج بسرعة، خذ السلطة المالية تبع الشركة، غير هيك ما فينا نطلع من المشكلة أبدا. لا تخاف هالشي رح يصير كمان عن قريب، بس خليني اتزوجها وبعدين لكل حادث حديث. كل شي تمام أختي برابها، كل شي تمام بالنسبة لإلنا. الأولاد رح يتزوجوا، معناتها كل شي لازم يصير على كيفهم. ما معي حق؟ معك حق. تعوا ماما. ليش هيك معزبين حالكم؟ تفضلي. جانا، إذا عندك أي طلب خاص ففيك تخبرينا فيه من هلأ. جايوان تخبرنا عن كل طلباته يلي بده إياها، لون المنصة يلي بده إياه، ونوع الورد اللي لازم ينحط، وشو رح يلبس للعرس. باينتو ابني كتير مستعجل، ما هيك؟ خبرينا إذا عندك أي شي بترغبي فيه بالعرس، شو بدك تطلبي؟ لا لا، أنا ما عندي أي طلب خاص، أنتي فيكي تختاري أي شي بتحبي. هاي البساطة تبعك أكتر شي بحبه فيكي، بس انطري انطري وشوفي شلون رح تكون أحسن كني. آه صحيح، كروت العرس لسه ما أجوا لهلأ؟ لا، على الأساس رح يجوا اليوم، بينود راح لهنيك وهلأ بيرجع. ماشي. أهلين. هات فرجيني. كنت عرفان إنه جايوانت مجنون بالمصاري، بس ما كنت بعرف إنه مديون ومبلغ كبير. ماشي، فينا نستخدم مشكلته لمصلحتنا كمان. شو قصدك؟ مازن، أنا قصدي إنه صار الوقت حتى أتخذ خطواتي تجاه جايوانت. أنا كمان لعبت كثير ألعاب وكانت أكبر من يلي لعبها جايوانت. قصدك انه اكيد تماما. مازن احيانا تحتاج هذا الطريق لحتى تقاتل الشيطان، ولازم نعمل نفس الشيء مع جايوانت. رح نهزمه وهو عم يستعمل حركته الخاصه. اختي سوشنا، ليش جاية بهالوقت؟ مرحبا، ما رح طول. هاي مصاريكم. وهذا الكرت كمان تبع عرس جانا. أول كرت نحن أخذناه للحكيم، وتاني كرت إلكن، وبتمنى إنكن تشرفونا على العرس تبع جانا، لأنه كتير رح نكون مبسوطين إذا إجيتوا وشرفتونا، وجانا كمان رح تكون كتير مبسوطة. مع أني أنا بعرف كتير منيح إنه أنتي يا ما حاولتي كل جهدك لتزعجي بنتي جانا، مشان هيك يا ست سافيتا بدي اياكي تجي على العرس لتشوفي حياة بنتي. هداك اليوم اجيتي على بيتنا وساويتي لها مشكلة قدام كل الناس. انتي اهنتي جانا قدام حماتها المستقبلية، لانه انتي ومازن كان مناكن انه يلتغى زواجها، بس الحمد لله انه هالشي ما صار ابدا. مشان هيك بدي تخلينا نشوفك بالعرس، بس إذا أنتي باركتيها لبنتي أو لا
أنا دايماً رح بارك وادعي لها لكنتك المستقبلية. وبرجع بقلك إذا أنت ما حبيتي تجي على القليلة خلي شرفاني تجي وتشرفنا على العرس تبع جانا. بخاطركم تشرين الثاني. انت اجيتي وأهنتيني ببيتي يا سوشنا. ماشي رح خليكي تشوفي، انا رح خلي مازن وشرفاني يتجوزوا بنفس هذا اليوم. جانا خدي هذا اللي طلبتيه. أمي بدي أحكي معك بشغلة. احكي. أمي أنا رح أترك هالبيت بعد كم يوم، إذا بطلب منك معروف أنت رح تساوي لي إياه؟ فهميني بالأول شو اللي بدك إياه. سامحيها لفارشا. ليكي جانا أنا قلت لك هالشي من الأول، وأنا كمان قلت لك كتير. ماما فارشا أدركت إنها غلطانة وبدها تصلح غلطتها كمان. أمي أمي إذا بتريدي سامحيها لفارشا من قلبك بترجعكي. ماشي إذا أنت مصرة أنا هلأ رح أحكي معها بس ما رح سامحها. ماشي منيح، ما تسامحيها بس تعالي وأحكي معها. رجاء رجاء أمي رجاء. جانو فارشو ماما أنا بعرف إنه عملت غلطة كتير كبيرة وأنا جاهزة لأتحمل العقاب اللازم، بس ماما لا تضلك زعلانة مني، لا تتجاهليني بهالطريقة إذا بتريدي. ماما إذا مو طايقة تشوفي وشي من اليوم ورايح أنا رح أروح من البيت، بس ما تتجاهليني هيك ماما، أنا ما فيني أتحمل هالشي، ما فيني أتحمل زعلك مني. رح حاول معك مثل قبل وبنفس الطريقة كمان، رح أعمل جهدي، بس أنا بصراحة ما رح أقدر أنسى شو عملتي. بشو فكرتي فارشا؟ شو مفكرة إذا كتير نسوان بيعملوا شي بنعمل مثلهم فوراً بدون تفكير؟ الحرية التافهة؟ حقوقك؟ بس هيك بتكوني حكيتي عن حالك، بس ما فكرتي بخصوص ابنك ولو لمرة واحدة. شو كان ذنبه لحتى ينقتل؟ ومن أمه كمان قبل ما ينولد ويشوف حياته شو هي؟ لا فارشا لا،
انت جرحتيني وقهرتيني. امي انت جرحتيني كثير فارشا. امي امي اذا بتريدي سامحيها لفارشا. امي انا قلت لك انه هي عرفت شو هو غلطها وبتعرف انه ارتكبت غلط. امي ماما رجاء سامحيها بترجاكي. ماما رجاء سامحيني. ماما انا بترجاكي تسامحيني. انا بحاجتك كثير. اذا بتريدي بابو بس كم يوم وبيحضر المبلغ، كيف رح دبره فورا؟ يا اخي اعطيني كم يوم وبرجع لك المصاري. بس يا بابو هذا يلي ناقصني. اللي شو الاخبار السيئه يلي جايبها؟ مو سيئه، في اخبار منيحه. شو يعني بابو مات؟ لا لا دبرت المصاري الناقصة، أخذتهم من تاجر بيشتغل بالسوق السوداء، بيشتغل بتجارة المواد الممنوعة، شخص اسمه شيردهار عايش بمهامين. حكيت مع الزلمة تبعه، فينا نحصل على المصاري منه. وكيف رح نرجع له المصاري؟ ما تقلق بخصوص هالشي، بس لازم نتخلص من بابه بأي طريقة. رح أعطيك رقم الزلمة، روح وقابله أنت فورا ماشي؟ معك حق، بابه اتصل من شوي وهددني، كمل شغلك، وأعطيني رقمه للزلمة مشان روح أقابله. الأخ شريدهار جايوان تراني، أنا سوريش خبرني. بعرف بعرف رفيق الأمار، هو اتصل، أنا سمعت أنه كان عندكم لعبة أمار كبيرة. لكن غشيتوا لبابه مباشرة؟ هالشي صار هيك دغري. انسى ما عليك، قلي شو بدك مني؟ يعني أخ شريدهار بدي 200,000. هذا مبلغ كبير وبده ضمان كبير، انت شو عندك؟ اعطيتك كلمتي. كلمتك؟ كلك ما بتسوى هالمبلغ هاد، شو بدي اعمل بكلمتك انا؟ كان عندي امل، مو مشكلة، انا رايح. استنى دقيقة، اهدى، رح اعطيك المصاري، وانا كمان ما بدي اياه. المعنى؟ المعنى انه انت ما عليك ترجع لي المصاري، بس انت رح تعمل شيء إلي بالمقابل. شو هو؟ انت مسؤول بدي ان اس بالسيارات. ايه شوف انا بدير اعمال مو قانونيه، لهيك نحن منستورد ومنصدر شويه بضاعه، بضاعتي رح تكون مخفيه بمصنعك، بس اذا فيك تعمل هيك بتاخذ المصاري وبتروح، واذا ما في معناها ما في مصاري. شفت باكيه، انا ما قلت لك انه هو ما بيستاهل يتدين هالمبلغ اصلا؟ فهمت، ما رح تقدر تعمل هالشي، روح. رح اعمله. متأكد؟ اكيد. باك يا بسرعة جيبهم، يلا يلا روح. خود هدول 200,000 روبية. شكرا. اسمع عطيت كلمتك، اتذكر هالشي ماشي، وإلا الناس رح تحكي انه كان في امرجي اسمه جايوانت وباح. ها ماشي. شريدها شكرا لك. لا شو عم تحكي انت، من زمان لما كنا مع بعض وانا انزنقت انت انقذتني كذا مره. اخي اجيت انا بعمل اي شيء من شانك انت، اي شيء. رح روح. Thank you.
طفل مانو ملكك انت وبس، طفل هو للام وللاب، وقرار مثل هاد ما بتاخذيه لحالك انت. انت اللي بعدتيني عن حياتي. اختي ما حق، انا لازم احكي مع ساتيش مره على القليله. انا رح اتصل بساتيش وحاول هالمره، وهو يمكن يرد علي. مازن، أجيت معك، اتصلت لقلك الأخبار. جاي وانت أخذ المصاري. هلأ انطور وشوفوا كيف رح يتحاصر بحيلته الخاصة. عظيم كتير، عظيم. هلأ كل شي بقي علينا أنه نحن نتأكد منه أنه جانا وجاي وانت ما يتزوجوا، بس اليوم. حكيك بعدين. فيني افهم شو هاد مازن؟ انت ما بدك انه جانا تتزوج حدا تاني؟ مازن انت ما بتتشارك باي علاقة مع جانا، لكن ليش ما بدك اياها تتزوج من حدا تاني؟ هاد لي بدك اياه، بدك انك تفرض رأيك على جانا حتى بعد ما انت تتزوج مني. مازن ما تعمل هالشي ابدا، انا ما رح كون قدراني اتحمل. بس اسكتي. مازن ليش لا اسكت؟ قلي ليش لازم ضل ساكتة؟ انت ليش ما بدك جانا تتزوج من حدا تاني؟ انا مالي ضد زواج جانا، انا ضد زواجها من الشخص اللي اسمه جايوانت، لانه جايوانت ماله شخص منيح. وأنا أكيد ما فيني شوف حياة جانا عم تتدمر قدامي وأتفرج، مشان هيك هذا الزواج ما رح يصير. مازن، وأنت ليش لا تعمل هيك؟ ليش أعمل هيك؟ البنت اللي ضحت بكل شيء مشانك، يلي عايشة مشان الباقيين، حياتها عم تتدمر ومستقبلها عم يضيع، وأنت هلا عم تسأليني ليش بدي أعمل هذا الشيء؟ أنت ليش ما سألت هي الأسئلة؟ باليوم يلي وافقت فيه أتزوجك، حتى أمنع الفضيحة وحكي العالم. حبيبتي لا تخافي، الكل عم يلعبوا بالألعاب النارية وعم يتسلوا بهالعيد، ليش انت في دموع بعيونك؟ خانقتي مع مازن؟ مازن قال لك شي؟ هاي هي المشكلة أمي، إنه مازن ما قال شي. ماما لك حتى ما حس إنه عنده حق يتخانق معي. لك شو عم تحكي حبيبتي؟ ماما حتى انت بتعرفي شو بقصد بحكي. امتى ما بيكون الشي بخصوص جانا او اي حدا من عيلتها ما بعود مهمة عند مازن ابدا، وعم حس هيك مثل كأنه انا ما عندي هوية ابدا. ماما ليش مازن ما بيترك جانا بحالة بقى؟ ليش ما في يعيش حياته بسعادة؟ ماما انا بتساءل ليش لسه بشك اذا مازن يا ترى ناوي يتزوجني هالمرة او لا. يلا طلعي معي لشوف، انا رح اخذ قرار. تعي معي لفوق لنشوف. تعي يلا. مازن اللي شو عم بيصير؟ شو في بعقلك؟ شو قصدك تقولي؟ ليش هيك انت يا ابني كتير عنيد؟ هاد مازن يلي كل حياته كان حنون وبيخاف على مصلحة الكل، اليوم عم تتعامل بهالطريقة البشعة والناشفة؟ ليك انا قلت لك اكتر من مرة خليك بعيد عن جانا، شو لك علاقة فيها؟ قلي من وين لوين.
جانا هي حبيبتي. وأنا عم بعد عنها بس مشانها. أنا فهمت. لكان جانا هي حبيبتك. معناتها مين هي شرفاني؟ مسؤوليتي. ليكي أمي، رح أحمل هالمسؤولية لباقي حياتي، بس أنا بدي أقول لك شغلة بكل صراحة. جانا حبي الأول والأخير. بكفي. مازن بكفي بقى. حلف فيني. وعدني إنه من هلأ وطالع ما عاد رح تهتم بخصوص جانا أبداً، ولا حتى أي شي بخصها. أنت بتعرفي إني ما بعطي وعود كاذبة. أمي، بنتي، شفت جارتنا هلا وضمن الحديث حكت لنا انه بنتها وسهرة اجوا لعندها لحتى يحتفلوا بالعيد. جانو، انا كمان بدي انتي وجايوان تجوا لهون وتحتفلوا معنا وتكونوا جنبنا. بتمنى انه يكون في حب بيناتكم وانه علاقتكم تبقى قوية. امي، هذا اللي رح يصير، ومو بس أنا، كمان إخواتي التنتين رح يجوا لهون مع عيلتهم. جانو، مراسم الزواج بالبيت رح تبلش بكرة، يعني بكرة العرس، ومشان هيك كنت بدي أعزم بيت أحمى فاشا وفايشاليا، بس يعني بصراحة ما عرفت كيف بدي أعزمهم. ماما، ليش عم تفكري كتير بهالشي؟ خلص اعزميهم كلهم، أصلاً هن ما قابلوا بعضهم. إذا تقابلوا بيقعدوا بيحكوا مع بعض وهيك كل شي بيكون واضح. برأيي اعزميهم اليوم. ماشي، أنا رح روح ضوي الضو برا. إيه؟ أمي، أنا مو مبسوطة بهالزواج، بس أنا بعرف إنه هو مخليكي مبسوطة، وأنا كمان بدي إخواتي يكونوا مستقرين مرة تانية، ورح أعمل كل جهدي مشان هالشي. ساتيش، انت لسه عم تشتغل ابني؟ طيب قوم غير ثيابك، الدنيا عيد هلا، ما بيصير تكون زعلان. بغيرهم بعد شوي، ما تقلقي ماما. ماشي. ساتيش، الاخت سوشنا اتصلت مشان مراسم عرسها لجانا، هي عزمتنا وانا تاخرت كتير، نحنا لازم نروح. فيك تجي إذا حابب. على فكرة، أنا رأيي إنه أنت لازم تروح لهنيك والباقي بيرجع لك. عيد سعيد ساتيش. انت؟ انا بعرف انك بتكون مصدوم من شوفتي هون، بس ساتيش، قلت بما انه اليوم عيد، ليش ما منصلح علاقة مكسورة بيناتنا ومنصير رفقات مرة تانية؟ ساتيش، انت بتعرف اني بحترمك، وانا ما بدي انهي علاقتنا من شان اشياء سخيفة. آسف ساتيش، كنت كتير لئيم معك بخصوص مسألة مازن، بس المشكلة إنه عندي رأي مختلف بخصوص هالقصة هي، منشان هيك بيكون من الأحسن إذا منفصل آرائنا ومنبقى على علاقتنا. ليك، أنا ما كان بدي أقطع علاقتي معك، ولا بدي هالشي اليوم.
عيد سعيد. وانت كمان. ساتيش، عرفت شو صار بخصوص فارشا؟ ما تقلق، كل شيء بيتحسن. درويش، نحن اكيد رح نرجع، بس بعد الشيء اللي عملته انا ما بعتقد ابدا انه علاقتنا مع بعض رح ترجع مثل ما كانت. ايه بس انا حابب اكيد اقول لك شيء درويش، شايف الامور ما عادت بهالسوق بينك وبين فايشاليا، برايي فكر بهالشغله. استني جانو، بدي احكي معك شوي. كنت بدي اقول لك ونسيت، انا حكيت مع سوليكا الصبح وبدي اقول لك انه خبرتها كل شيء بخصوص مازن. هي بتكون رفيقتي، لهيك من واجبي طبعا خبرها مشان تنتبه بالمستقبل. شو قلتي لمانو؟ شو بدي اقول لها؟ طبعا حكينا عن مازن، لازم تعرف انه هو مانو رجال منيح، وحكيت لها كيف حياتك تدمرت وشو صار فيكي بسببه، وكمان قلت لها انه رغم هيك رح تتزوجي غيره وتخلصي منه نهائيا، وهو رح يتزوج كمان. شو نوعه من الرجال هو؟ يعني اصلا ما كان ملتزم تجاهك، ووقت ما لقى شيء راح ورا جايوانت المسكين. جانو انا مبسوطه انه هداك الرجال الرخيص طلع من حياتك ورح تتزوج. بس بقى قبل ما تحكي عن التانيين لازم تفكري بحالك، انتي كمان سببتي مشاكل للعيله. شو هذي اللي عم اسمعه؟ لسه عم تدافعي عن مازن لهلأ؟ امتى بقى بدك تنسيه جهنو؟ امي مو القصة اني انسى او اتذكر، يلي عم تقوله مانو عن مازن غلط. ايه مرت اخوكي غلطانة، اخوكي غلطان، اهلك كمان غلطانين، بس مازن هو الصح. امي انا ما بدي نتخانق. ليكي جهنو، انا قلتلك كذا مرة حاج انسي مازن بقى، ولهلأ عم قلك انتي مو صغيرة، فكري منيح، ما تنسي حالك رح تتزوجي جايوانت ورح يبلش فصل جديد بحياتك. وانتي سكري على السيرة، تأخر الوقت كتير، يلا روحوا ناموا. تصبحي على خير. ليش شربان شوي؟ فرع فتيش، فرع لنا، فرع فرع فرع. يلا 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 بابا، ما بصير هيك. قوم شعل، يلا شعل 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 الأضوية، أنا سكران كثير. شعل الأضوية مازن، تا 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 تا، عود عود هوني، عود. فيني أقول لك شيء؟ هلا بعد هالشي ما رح اقول انه انت وجانا فيكن تتحدوا، مستحيل مره تانية بعد هذا ابدا. لازم تكمل، لازم تكمل. اقبل شو ما اجاك شي جديد بحياتك، بلش بلش من جديد، ولازم تكمل. انا كمان بدي احاول اني انسى جانا مثل كانه شي حلم سيء وخلص راح. بتحسن تقلي هذا الاسم شو كان يعني لك؟ ها؟ قلي لشوف. ألم، حزن، إيه 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 إيه. هلأ كلنا رح ننساها لجانا، ما عاد نذكر اسمها. حتى لو أنت عندك الحق إنك تعيش مازين. يلا بابا مازين، أمك معها حق
بكل شيء. اي والله هي جانا جانا هي لعنة نزلت علينا. هي لعنة. بس انت اعمل مثل ما بتقول يا امك، اعمل مثل ما بتقول وتزوج. لازم تتزوج، الكل راح يكونوا مبسوطين، انت وانا انا امك كلهم كمان وجانا كمان. ليك انا عم بحكي الحقيقه مو هيك مو هيك. يلا مازن مازن استنى مازن. عيد سعيد عيد سعيد مازن. تذكر منيح، تذكر شو قلت لك، بس لا تعمل هيك ما تعمل هيك. ايه عيد سعيد عيد سعيد. كل سنه انتم سالمين. حاجه تحكوا انتوا الاثنين، حاجه احكوا اشتغلوا بقى. اليوم العرس والضيوف رح يوصلوا عن قريب، استعجلوا شوي. مانو هي الاغراض. فينود انت جبت كل شيء؟ ايه بابا الخضره كثير غاليانه هالايام. ايه ابني وانا كمان، هي رجعتي من البقاليه، كل شيء صار غالي كانه ذهب. بسال حالي الناس اللي مثلنا كيف رح يقدروا يعيشوا. يلا جانا اجهزي حالك حبيبتي، الضيوف قربوا يوصلوا، وقتها ما رح يكون عندك وقت ابدا. فينود؟ نعم. بعتقد انه رح ينقصنا حليب، اول ما يجوا الضيوف رح نضل عم نعمل شاي كثير، لازم نشتري لترين او اكثر. هي انا رح دبر كل شيء. فاندو تعي معي شوي لبرا، شوفي هاي فحصيها. فاندو تعي. يلا انت شو لسه قاعده عم تعملي؟ يلا روحي تحممي وجهزي حالك، اليوم هو يومك. يلا امشي، مازن لسه ما اجا كمان. يا ربي شو اعمل انا؟ ها رجعت. ماما خدي هدول. حطهم حطهم، انت اتركهم انا باخذهم. فاندو خدي، انت جهز حالك، اليوم كمان يومك انت. يلا روح جهز بسرعه. يعني كل العيلة اليوم دايرة عم تشتغل، وشوفوا هالرجال هاد ما عم بيقوم من الكرسي. حرك جلالتك شوي، بيكون منيح إذا بتفكر لإمتى رح تضل معتمد على التانيين بكل شي وإنت قاعد. ها؟ قوم حرك حالك، ما رح يصير لك شي. لك شو هالرجال هاد؟ أجل لي هالكوميديا تبعك، روح اعملها على المنصة. منيح ما حدا عم يعطيك شغل، كانت كارثة. ها؟ لا تطلع، لا تسكتوني. هو عم يأذيني، طيب ليش ما بيساعدني؟ ابني انت عزمت اميت ولا نسيت؟ ايه امي ليكو جاي. برجع. الو معك بابو. وين مصرياتي؟ اخي رح رجع لك مصاريك. امتى رح ترجعون؟ ما ضل عندك غير يوم واحد بس، وإلا رح تصير عيشتك سودا، فهمت؟ بابو المصاري ببيتي، بس بدي أعطيك ياهن. ماشي جيبهم عن قريب. ماشي. رح أعطي بابو مصاري وأخلص منه. شريد هار مو مضطر رجع له مصاري. سيد جايوانت. نعم. وصلنا معلومات انه في 200 الف مزورين بهذا البيت. ميتين الف؟ من وين رح يكون معي هيك رقم؟ مزورين، قلت لك مزورين. يلا فتشوا البيت. طيب عندك مذكرة تفتيش؟ يا شرطي هاي المذكرة. بس أنا رجال شريف و... شريف صح؟ معناتها تعاون معنا، طالما مو عامل شي معناتها ما في داعي تكون خايف. ايه يلا روح فتش. شو كل هذا؟
سيدي لقيت المصاري. بس ما كنت بعرف انه مزورين. بس انت قلت انه ما معك. يلا اعتقلوه. هاي مو غلطة شايوان سيدي، هاي غلطتي انا. انا المذنب، انا تركت هالمصاري ببيته. هاي ما انا غلطه ابدا. سيد شايوان، المصاري مزورة، بس رفيقك طلع منيح معك. يلا اعتقلوه. فيك تخبرني شو عم بيصير؟ أنا عرفت كل شيء. أجيت لفقنا التهمة بسببه هذا الشيء صار. كيف عرفت هالشيء؟ كنت بعرف واحد من زلم شريد هار وقال لي هالشيء، وأول ما عرفت جيت على بيتك ركض. هلأ فهمت، مازن طلب مساعدة أجيت ليلفقلنا التهمة. طيب ماشي، رح فرجيه، رح فرجيه عواقب اللعب معي لهالواطي. ما تعمل هالغلطة، أحسن لك إنه تضل ساكت. إذا هالقصة انكشفت رح يصير مشكلة بزواجك ورح نكون محاصرين تماما. مشان هيك أنا شلت التهمة لحالي. أنت خليك ساكت، وإذا بتريد يلا روح. ماشي، وما تأكل هم، أنا رح دبر المصاري وخليك تطلع من هون فورا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.